أرحب مجددا من بيروت بالزميل رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية. رمضان، أعود إليك ونرصد معك الوضع السياسي في بيروت، ما هي آخر التطورات؟ نعم، يعني الحركة السياسية التي بدأت مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي هنا إلى العاصمة بيروت بعدما وصل في أمس اليوم، كان هناك مقابلة لرئيس مجلس الوزراء اللبناني مع وزير الخارجية الفرنسي، والذي أكد خلالها الدعم الفرنسي للبنان على كافة الأصعدة، وأنها تعمل على وقف هذا العدوان الإسرائيلي والتوصل للمبادرة الفرنسية والتي أطلقتها فرنسا والولايات المتحدة للوصول إلى حلول ووقف هذا العدوان الكبير على لبنان بشكل عام، وقالت أنها ستدعم لبنان على كافة المستويات، سواء على المستوى الإنساني أو مستوى وقف إطلاق النار والوصول إلى حلول لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. أيضا بعدما انتهت الزيارة الخاصة بوزير الخارجية الفرنسي مع رئيس الوزراء اللبناني، توجه إلى قصر التين الذي نتواجد بصدده الآن لمقابلة رئيس مجلس النواب نبيه بري. أيضا كانت هناك بعض المشاورات ما بين الطرفين والمحاولة للوصول إلى وقف إطلاق النار وشرح كافة التحركات التي تسير عليها سواء فرنسا أو سواء لبنان لوقف هذا العدوان. أيضا بعدها كان اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس النواب اللبناني هنا، بعدها جاءت التصريحات الخاصة من ميقاتي حول ما دار في هذه الجلسة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي كان بها بعض التصريحات الخاصة سواء على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الداخلي هنا في لبنان وقضية النازحين. كانت أطلع الرئيس بري على التحركات التي أجراها على المستوى الدبلوماسي أثناء رحلته في نيويورك وشرحه وكذلك لعدد من الأطراف المعنية ضرورة دعم لبنان، وكانت هناك استجابة كبيرة من بعض الدول والأطراف على مستوى الاتحاد الأوروبي أو حتى على مستوى الدول الأوروبية، وكان هناك بعض الاتصالات التي استقبلها في هذا الصدد رئيس الحكومة اللبناني. أيضا تطرق إلى ضرورة تطبيق القرار 1701 الذي صدر من مجلس الأمن في 2006 بوقف إطلاق النار والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية آنذاك وكذلك الحكومة الإسرائيلية آنذاك، ولكن لم يتم تطبيق هذا القرار، ويطالب الحكومة اللبنانية بتطبيق هذا القرار الذي صدر في 2006 ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل كامل، وقال أن هناك ما زالوا متمسكين بالحل الدبلوماسي وكذلك المبادرة الفرنسية الأمريكية التي سوف تعمل على وقف إطلاق النار خلال مدة 21 يوم، ولكن لا جديد حتى الآن في هذه المبادرة. أيضا بالنسبة للجيش اللبناني، وقال ميقاتي في تصريح له أيضا أنه مستعد فور وقف إطلاق النار أن يكون الجيش اللبناني متواجد في الجنوب اللبناني تحديدا في نهر الليطاني لحفظ الأمن والسلام في هذه المنطقة، وقال أيضا بالنسبة للشأن الداخلي أنه قضية النازحين التي يعني تشاور فيها مع الرئيس نبيه بري، وأنهم يبذلون قصارى جهدهم لسد كافة هذه الثغرات في هذا الملف الكبير، وقال أن لبنان يحتاج إلى هذا الدعم الكبير سواء الدعم الذي جاء من الاتحاد الأوروبي أو الذي جاء من الصين، وكان هناك أيضا يتردد بعض المنح التي جاءت من الدول العربية وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة بقيمة قرابة 100 مليون يورو، وقال أن هذه الدعم سواء المادي أو سواء الدعم بالأغراض أو الأشياء التي تأتي عبر مطار بيروت كلها تسلم إلى الأمم المتحدة وهي تتولى توزيع هذه المساعدات على النازحين ليكون هناك شفافية في هذا الملف. رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، شكرا لك على هذه المعلومات.